السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. البرنامج العام يقدم لكم عودة ريا وسكينة. عودة ريا وسكينة حلقات مسلسلة، تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج محمود يوسف. ألو، محل كرياكس الحلواني؟ أبا يا هانم، أبا. هي الأستاذ محي الدين العدل موجود؟ نشوفه يا هانم، واخد دية من فضل. أهو راح يشوفه على القهوة ولا لا؟ أنا مش فاهم أنت بتعمل إيه. أصبر. ألو، أستاذ عدل معاك يا هانم. ألو. ايوه مديحة. مديحة ايه يا نجم؟ التليفون خسران ولا ايه؟ مديحة، مديحة اهو دلوقتي هطلبها في البيت، اما نلحقها قبل ما نكلمها. طيب وبعدين؟ اتقل امال يا فرج. الو، قبلة مديحة؟ الو، مين؟ انا سميرة يا قبلة. سميرة مين؟ كنت باخد عند حضرتك درس موسيقى من سنتين، مش فاكراني؟ انا متاسفه مش واخده بالي يا سمير. معلش يا قبل، اصل كنت تلميذه بليده وما استمرتش معاكي. طيب يا سمير، اي خدمه؟ انت زعلتي عم فرحات ليه؟ فرحات؟ فرحات مين؟ اللي كلمت من شويه عشان فرح بنته. طب انا زعلته في ايه؟ اصل انا اللي اديته نمر التليفون حضرتك، ولما كلمت شخطت فيه وقفلت السكه. ابدا يا سميره، بس هو عاوزني اجيب له فرقه تعمل له ليله وانا ما اعرفش حد. خساره يا قبلة. طيب معلش، لو كنت اعرف فرقه كنت قلت لك، انما انا اسف. معلش يا قبلة. باي باي. باي باي يا سميره. ودلوقتي نسيبها المحي يكلمها. انت مدهش، ازاي تقدر تغير صوتك بالشكل ده؟ ده مفيش اي علاقة بين صوتك كنت عامل بنت وصوتك كنت عامل راجل عجوز وصوتك الحقيقي. اصوات مختلفة نهائي. اصوات ايه؟ هو في لسه لحد دلوقتي اصوات؟ ما خلاص. لا صحيح، انا مش مصدق وداني. دي مواهب، مواهب يا فرج. وانا صغير كنت امثل في المدرسة رواية كاملة بكل شخصياتها الواحدة. الو مريحة، انت طلبتيني دلوقتي؟ لا يا محي. ليه؟ اصل ميتش وبعت لي وقال ان في واحده عايزاني على التليفون، قلت لازم انت. كويس قوي يا استاذ عادل. ومين دي بقى اللي بتكلمك في التليفون من ورايا؟ معرفش، اول ما رديت الخط اتقطع. لا يا سيدي، لازم تعرف وتقول لي حالا. طب مش هنقول لك كده اهو. طيب يا عادل، من فضلك بقى ما تجيش الساعه 8. ها، انا زعلانه. وانا نقدر على زعلك يا ست مريحة. يبقى لازم تقول لي مين اللي طلبتك في التليفون. هتكون مين يعني؟ لازم واحدة من الفرقة وعندهم فرح الليلة وعايزني. على فكرة يا محي، ايوه، ده كان في واحد عاوزك في فرح النهاردة. عايزني؟ هو ما قالش عليك بالاسم، انما طلب مني ادله على مغني وفرقة. واديتي له العنوان؟ لا، انا نسيت خالص انك مطرب. الله يسامحك يا مديحة، الله يسامحك. صحيح ما جاش على بالي اقول له عليك ابدا. ولا يهمك، صحيح الافراح شحة اليومين دول شوية والحالة نايمة، انما هتفرج باذن الله، باذن واحد احد. ضروري هيتصلوا بيا تاني عشان فرح الليلة. طيب يا محي، معادنا الساعة 8. ها، باذن الله يا ست مديحة. مع السلامة. مع السلامة يا محي. خسارة، خسارة انه ما جاش على بالي. والله كان طلع له بقرشين. مين تاني؟ الو، قبل مديحه، عم فرحات عايز يسال عنك. هو فين يا سميره؟ انا معاك اهو. الو، انا بنترازل عليك يا بنت، انما معلش
عقبال عندك. بقول ايه؟ ايوه. اذا كان يعني انت ما تعرفيش مغني ممكن تدلني على اللي يعرف. ومين قالك يا عم فرحات اني معرفش؟ في واحد مغني ممكن تروح له. صحيح، الله يكرمك يا بنتي، اديني اسمه عنوانه وقوامه وانا اروح له. اسمع، اسمه محي الدين العذر، وتسأل عليه في محل كرياكس اللي في شارع الطويل، واذا ما لقيتوش هتلاقيه على القهوة اللي قصاده. عارف شارع الطويل؟ اللي يسأل ما يتوهش يا بنتي، كتر الف خيرك. العفو يا عم فرحات، مع الف سلام. اما الحق ابشر محي بقى. الو، الاستاذ محي الدين العدل لو سمحت. اقول لي السواق جنبي مادموزيل موسي ميسي. اتفضل استاذ محي. ايوه الو. هيس يا محي، عم فرحات اتصل بيا تاني دلوقت. ومين عم فرحات ده؟ الراجل اللي عاوز يعمل فرح لبنته، واديته اسمك وعنوانك وزمانه جاي لك. وعندك واحد حمية على اتنين، واحد شوكولاتة بالحليب، وعندك كمان اتنين شاي وحمية لرز عبارة والصبح المطلوب. انت طالع ده؟ ايوه كده. قول لي يا ابني. ايه يا استاذ؟ انا واصل لحد بيت هلا، اذا حد جالي ولا سأل عليا في التليفون تعالى اندالي على طول. من عناية يا استاذ. يا ابني قول لي يا ابني. ايوه يابا. فين الاستاذ محي العضل المغني؟ الله، مين هو انت؟ انا مين يا ابني؟ انت للست مديحه بعتك؟ ايوه ايوه. يا الف مرحب يا الف مرحب. اتفضل اتفضل يابا، استريح استريح يا مداء. عايز اكل بيه اشرب ايه يا مداء؟ تعالى. طب الف خيرك يا ابني، ما بشربش حاجه عشان الكبد تعبان. ألف سلامة يابا. يديك الصحة يا ابني. بقول ايه؟ ايوه. الست مديحة كلمتك على الفرح. ربنا يتمم بخير. عقبال اولادك يا ابني. قول عقبال اني يا عم فرحات، انا لسه ما اتجوزتش كده اهو. طب يا ابني عقبالك عن قريب ان شاء الله. قول لي يلزمك ايه بقى في الفرح باذن الله؟ دي حاجة بقى سايبها لذوقك. عايز رقصة ضروري؟ ها؟ رقصة واحدة قول اتنين تلاتة. طلباتك. وعايز مونولوجيست؟ ما يضرش، ست ولا راجل؟ عندنا الصنفين. خليها بقى ست. امرك. والتخت؟ مادام حضرتك اللي هتغني هات اللي يعجبك. يعني في حدود كام يعني؟ اللي تطلبه، الفلوس موجودة والحمد لله. طب في نقطة يابا؟ جايز، انما اصلنا لسه ساكنين جداد في الحتة، والمعازيم بقى ملناش عندهم نقطة. يعني ما نعملش حسابنا عليها. طيب 15 جنيه كويس؟ اهدار وضع يا ابني. طب تدفع لنا بقى عربون وتدينا العنوان. حاضر، ادي 5 جنيه وادي العنوان. ان شاء الله هنكون عندكم الساعة 10 بالظبط. ياه 10 كتير يا ابني، ما تخليها 8. تاني اصلي عندي ميعاد مهم الساعة 8 ويخلص 9، انما انا بعتولك التخت الساعة 8. ما يهمناش التخت، يهمنا انت تكون موجود. نقول 9 كويس. طب نخليها 9:30 يابا. ماشي. طب يا ابني طيب، سلام عليكم، ما تتأخرش بقى. عملت ايه مع محي؟ حقيقي ومعاه 3 رقصات ومونولوجيست واحدة ست. وانت جهزت الفرح؟ ممتاز، ورايا واحسان هناك بيجهزوا كل حاجة كويس. يبقى ناقص نجيب مديحة. ازاي؟ مديحة استاوت ديتها مكالمة واحدة. فين التليفون؟ الو، قبل مديحة؟ ايوه يا سميرة. عمي فرحات عايز يشكرك. على ايه؟ انا ما عملتش حاجة. اهو معاكي اهو. ايوه يا بنتي، ازيك؟ الله يسلمك يا عم فرحات. انا مش عارف اشكرك ازاي. الحقيقة ان الجدع اللي دلتيني عليه كويس قوي ومهاود.
الاستاذ محي مغني كويس جدا وهيعجبك. والمبلغ اللي طلبه الحقيقه كان معقول قوي يا بنتي، ربنا يكرمك. ربنا يتمم لكم بخير يا عم فرحات. عقبال عندك يا بنتي. ما تعزمها يا عم فرحات. يا ريت يا سميره يا بنتي تقدر تيجي. طب اوعى انا اكلمها. الو قبل ما تيجي، ما تيجي الفرح الليله. لا يا سميره معلش، عشان خاطري يا ابا. اصل انت عارفه الناس ما عرفهمش. والنبي والنبي قبل ما تكسفينيش يا سميره، الناس ما عرفهمش. اه عم فرحات هيعزمك فيه اهو. يا ريت يا بنت تشرفينا عشان فرحنا يتم. متشكره قوي يا عم فرحات. هتيجي ان شاء الله؟ الحقيقه انا عندي يعني مش جايه. ما انا قلت كده برضو، ايه اللي يخلي واحدة زيك تيجي فرح ناس غلبة زي حالتنا؟ لا 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 ابدا يا عم فرحات العفو، بس انا مش فاضية. ما هو ضروري هتقولي مش فاضية، امال يعني هتقولي انتم ناس فقراء؟ ابدا ابدا يا عم فرحات، انا فعلا مش فاضية، انا عندي درس الساعة 8. ما هو الاستاذ محي مش هيجي قبل 9:30، عنده معاد اخر. بالظبط، ما هو المعاد ده معاه، هيجي معايا الدرس. صدقت بقى اني مش فاضية؟ بالعكس، لو كنت عاوزه تكرمي ناس غلابه زي حالتنا تيجي معاه، ما دام هتكونوا مع بعض في الدرس. تعالوا مع بعض بعد ما تخلصوا الدرس. قلت ايه؟ طيب يا عم فرحات هحاول. يا بنتي لو شرفتنا الليله العروسه مش هتنسالك الجميل ابدا، اصلنا اغراب مش من هنا ومعارفنا قليلين، ولما واحده زي حضرتك تحضر فرح بنتي هتبسطها وتشرفها. هتيجي؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب يا بنتي اكتب العنوان عندك عشان ما تنسيش، 32 حارة سلام، حارة سلام المتفرعة من شارع الطاهر. كتبت يا بنتي شارع الطاهر؟ انا حفظت العنوان، وكمان هكون مع الاستاذ محي وهو معاه العنوان طبعا. فاتتني دي يا بنتي. طيب كتر الف خيرك وعقبال عندك، ومش هنسالك الجميل ده ابدا. مع السلامه يا بنتي. وادي مديحه جايه اخرى. شفت يا فرج ان رايه القديمه فيها رمق؟ 5 ستات الليله هيندبحوا. اهلا فريد. اهلا، انت جيت امتى من اسكندريه؟ جيت في 2:30 يا فندم. طيب اتفضل استريح. اتفضل. خير ان شاء الله يا فندم. انا اتصلت بسيادتك الصبح اسال عن واحد مسمي نفسه العقيد فرج عويضه. بقى معقول واحد اسمه فرج عويضه يبقى عندي في المباحث؟ ده انا كنت احبسه وما غيرش اسمه. ما هو الاخر طلع مزيف يا فندم. الله، ايه الحكايه؟ ما تفهمها لي من الاول. ادي الموضوع بكل تفاصيله يا فندم. غريبة قوي، عصابة منظمة بالشكل ده واحنا قاعدين نايمين؟ مش نايمين ولا حاجة يا فندم، دي اول جريمة يظهروا فيها كانت امبارح بالليل. ايوة، والنهاردة الصبح هربوا برديسي، والله اعلم على ما يجي الليل هيكونوا عملوا ايه تاني. المهم في الاوصاف اللي معاك. اتفضل يا فندم. اوصاف مفصلة جدا، ولو سمحت سيادتك افحص ارشيف الصور الموجودة هنا، وعاوزين نطبع نسخ من الاوصاف دي نوزعها على كل ضباط المباحث، جايز حد منهم يتعرف على فرج عويضه او ممتاز او كاترين. استنى استنى، الظاهر مش هنحتاج الاجراءات دي كلها. خد شوف الصور اللي قدامي دي. هو يا فندم، هو فرج عويضه شخصيا. وشوف دي، ده ممتاز عبد السلام. طيب ومين في دول كاترين؟ مش دي ولا دي، اهي هي دي كاترين. لا مؤاخذة يا فندم، سيادتك جبت الصور دي منين وازاي؟ الصور دي عندي بقالها 48 ساعة ومطلوب البحث عن أصحابها. مين اللي طالب يا فندم؟ المخابرات العامة يا فريد. مخابرات تدخلت في موضوع ريا وسكينة ليه يا فندم؟ الموضوع ملوش دعوة بريا وسكينة يا فريد، الصور اللي قدامك دي صور جواسيس وعملاء للأعداء. جواسيس وعملاء؟ أيوة، واللي مسمي نفسه فرج عويضة اسمه الحقيقي جوهان فرايبير، ومعروف باسم البروفيسور. يبقى هو رئيس العصابة. هو رئيسهم فعلا. واللي مسمي نفسه ممتاز ده اسمه الحقيقي ايه يا فندم؟ ده اسمه الهيرفون زينز. وكاترين؟
اسمها ما غيرتوش، اسمها الحقيقي كاترين أنترسون. إن شاء الله يا فندم هقبض عليهم في ظرف 24 ساعة. الخطة تقريبا اتحددت في مهل، بس لو سمحت أنا محتاج للصور دي يا فندم. خدها يا فريد، أنا عندي نسخ كتير منها، وخد كمان عدة نسخ توزعها على رجالتك في اسكندرية عشان تبقى المأمورية سهلة بالنسبة لهم، وابقى بلغني بأي معلومات توصل لها. ربنا يتمم بخير. مبروك يا ست ام منيرة. ألف مبروك يا فرحات افندي. عقبال عندك عقبال عندك. المعازيم ابتدوا يجوا. ايوه، وأول ما الفرقة توصل وبرديسي يستقبلها تنفذ اللي قلت لك عليه بالنسبة لبرديسي. حاضر يا فرج، بس أنا بقول نأجل الحكاية دي لبكرة. ليه؟ كفاية علينا المسبحة اللي هنعملها الليلة في الفرقة ده أولا، وثانيا من الصعب نخرج ببرديسي من وسط المعازيم، وثالثا إن الفرقة هتكون قاعدة برة ومعها محي العضل وده عارفني. انت لسه ما عرفتنيش كويس يا ممتاز. ازاي؟ انا عامل حسابي لكل حاجة. محي العضل مش هيجي مع الفرقة، ده هيجي الساعة 9:30 هو ومديحة. تكون انت وريا خرجتوا ببرديسي ونفذتوا المهمة ورجعتم. بس هنخرج ببرديسي من وسط المعازيم ازاي من غير ما نلفت النظر؟ ما تنساش ان قدامهم عامل ابو العروسة. ولانه ابو العروسة هيخرج يستعجل المأذون، وانت معاه طبعا ورايا حصلكم. المهم خلينا دلوقتي في ضربة الليلة. ايه استنى، يظهر الفرقة وصل، استعد عشان برديسي. ساتي سادتي، الو 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 الو، 2 4 6 8، فصل من الراسي الشرقي من نجمة الاذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما، الرئيسة العالمية ميمي كومبليكس. تعال يا برديس يا عارف. عجبك الفرح بالشكل ده؟ الوادي المنابيجيست خلاها اخر سهلالة، يعني لما محي يوصل مش هيشوف حاجة. هي دي الافراح بتاعت وزارة. طب اسمع، انا عاوز ابعتك انت ممتاز لحد الفيلا الجوكلة. يعني نسيتوا حاجة؟ نسينا اهم حاجة. ايه؟ السكاكين. ينهارك واحد يا فرج، امال هنشتغل بيه الليلة. عشان كده عاوزك تخطف رجلك مع ممتاز تجيبوها وتيجوا قبل محي ما يوصل. يلا بينا يا ممتاز. قول للمعازيم انك رايح تستعجل المأذون. ها؟ متخافش، محدش واخد باله من حاجة. الواد المنلوجيست خلاهم فصلين على روحهم الضحك. يلا بينا يا ممتاز. هات السكاكين يا راية، خلينا نرجع الفرح قبل محي ما يوصل. استنى يا اخي، الدنيا ما طرتش. ايه رأيك في كاس براندي على ما نرجع؟ ما يضرش، بس خليه دوب. تعجبني. اقعد بقى لما اجيب الازازة من جوه. ايه تاخدي من تفليسي برديسي. ممتاز راح فين؟ جبت السكاكين. السكاكين عاوزة تتسان بقى. بتقولوا رأي القديمة راحت عليها؟ ده انتم اللي لا رحتم ولا جيتم. ايه توضبوا الزباين ولا توضبوش العدة؟ ايه مالك يا برديسي؟ مش عاجبني شغلكم يا اخي. 3 دقايق والسكاكين كلها تكون تسنة. ايوه، خد الازازة على ما تشرب كاسك، اكون انا وريا سنينا كل السكاكين. تسن السكاكين؟ وفي لسه لحد دلوقتي سن السكاكين؟ ما خلاص. هتاخدي من تفليسي يا برديسي، هتاخدي من تفليسي يا برديسي. حطيت له مخدر كفاية؟ لو فيل حينام بعد اول كاس. طيب خد بالك منه على مكتب الورقة. ورقة ايه؟ الورقة اللي هنشبكها في الجاكيتة بتاعته بعد ما نخلص عليه. عايزين مساعدة؟ لا خلاص، اهو دقيقة واحدة ونخلص. طيب ناخد كمان كاس. هتاخدي من تفليسي يا برديسي،
هتاخدي من تفليسي يا برديسي، هتاخدي من تفليسي يا برديسي. ليه ده؟ دماغي تقلت كده ليه؟ ده انا كنت بشرب باربع بنورات من عند ميتشو من غير ما تهز. مش معقول ما كنتش بتعمل فيه. عملتوها؟ انما لا، انا حفيد محمد بكر البرديسي اللي بيضرب جدودكم بالكرباج. انا ما روحش فطيس ابدا ابدا. انا حلبسكم طرح وشرف جدي لنبسكم طرح. انا حفيد البرديسي بك. برديسي بك، هو في لسه لحد دلوقتي حاجة اسمها برديسي بك؟ ما خلاص وقع يا راجل. خلص عليه انت على ما خلص الورقة، فاضل جملتين. اديني رئيس التحرير. قوله مين يا فندم؟ قوله عفريت ريا وسكينة. مين؟ عفريت ريا وسكينة. حاضر. مش سامعني ولا ايه؟ لا لا حاضر. رئيس التحرير معاك. اسمع يا رئيس التحرير، اكتب اللي هقولك عليه وانشره بكرة الصبح. لازم كل واحد يعرف ان ريا عظمها مش طري ومش لعبة في ايديكم. تعليمات فرج اننا نرميه قدام البيت اللي كان بيذبح فيه ضحاياه. مش خايف يشوفنا حد واحنا بنرميه؟ البيت في شارع مهجور ومحدش بيفوت من هناك بالليل. كل حاجة تمام؟ تمام يا فرج. والتليفونات؟ كله تمام. لما يتنشر الخبر بكرة في الجرايد مع اخبار المذبحة اللي هنعملها تبقى حققنا هدفنا. انما مش خايف للبوليس يتتبع مكالمات التليفون ويعرف عنوان الفيلا اللي في بوكلة؟ ومين قال اننا هنرجع بوكلة؟ بعد ضربة الفرح هننقل على المعمورة. المهم ضربة الفرح دي تنجح. احسن لو ما نجحتش تبقى فضيحة كبيرة قوي. انا قايلة في الانذار ان قتلت محي ومديحة فعلا. ولازم هنقتلهم الليلة. مش جايز ما يجوش؟ لو ما جوش هم هنروح لهم احنا. انما لازم يتقتلوا الليلة. ريا مادام قالت انها قتلتهم يبقى لازم تقتلهم. لازم. تتمرني على القطعة دي وحسمعها منك الدرس اللي جاي. يلا بينا احنا يا محي. ايه رأيك في اللحن بتاع النهاردة يا محي؟ والله يا ست مديحة كل ما بسمع الموسيقى بتاعتك بعذر البروفيسير في اللي قاله عليا. ان حنجرتك عاوز اسبك. مش حنجرتي وبس، ده كل اللي بنعمله في الفراح يبقى ورشة سباكين. طب ايه رأيك بقى اني نفسي اسمع ورشة السباكين بتاعتك؟ تسمعي ايه يا ست مديحة؟ بلاش فضايح. برضو حسمعها. ها واني مش هنسمعها لك حتى لو تدفع مليون جنيه. هسمعها من غير ما ادفع ولا مليم. انت كمان اللي هتدفع اجره التاكسي اللي هيوديني علشان اسمعها. اني؟ ايوه. مش معقوله دي. اني اخدك ورشه السباك على حسابي كمان؟ ايوه ايوه ايوه. والتاكسي اهو. تاكسي. اركب يا سعادة اركب. لا ست مديحة ما تجيش، اتفضلي انت الاول. طيب اركب. يا اصلي على ورشة السباكة لصاحبها محي الدين العدل. الورشة دي في انهي شارع يا هاني؟
32 شارع سلام يا قصدي. الله، ده عنوان الفرح يا ست مديحة. مش قلت لك اني لازم هسمعك النهارده؟ دي بس الأذية دي يا ست مديحة. يا اخي وانت مالك؟ انا عاوز اذي نفسي. اصل انت مش هتاذي نفسك لوحدك يا ست مديحة، ده انت هتاذيني معاك. عين كفاية بكى عاللي هجروكي، ولسه 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 رقبت يا جدع. فرج، انا شايف تاكس واقف قدام الباب. طيب شوف هم ولا لا؟ هم اللي قابلونا الصبح واحنا جايبين برديسي. طيب نبه رايا تستقبلهم وتعالى انت معايا نستخبى جوه عشان يعرفونا. ايوه العريس العريس، الف مره العريس 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 سمرسه فندي وابوه، سمرسه فندي وابوه، والعروسه عروسة. العروسه عروسه الف مره الف مره, ألف مرة. ألف مرة. انا وانت اهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا يا ست مديحة. اهلا اهلا بك يا ست. انا يا بنتي خالتك ام منيرة، ابقى ام العروسة. اهلا 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 وسهلا، ربنا يتمم لكم بخير. فين امال فرحات افندي؟ فرحات وصل يا ابني، استعجل المأذون. هو برضه حضرتك الاستاذ محي؟ ايوه. يا اهلا وسهلا يا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ان شاء الله الفرقه تكون عجبت. تمام يا ابني، كله تمام، مش ناقصنا غيركوا علشان يكمل فرحنا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا اهلا محي. ايوه. الست دي عرفتني ازاي؟ عرفتك ازاي يعني ايه؟ مش مرات فرحات افندي؟ طبعا لازم تعرفك. اذا كان فرحات نفسه لا شافني ولا شفته قبل كده. امال كلمك في التليفون من غير معرفة؟ ايوه، يعرف تلميذة كنت بدرس لها زمان وهي اللي ادته نمر التليفون. خلاص جاي شافك هو ومراته عندها وانت مش واخدة بالك. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك. اتفضل يا استاذ، اتفضل حضرتك مع الفرقة وسيب لنا ست مديحة. اتفضل انت. طيب اتفضل يا حبيبي. محي. ايوه محي. ايوه اسمع. عاوز اسمع منك الليلة اخر طرف. خليها على الله ست مديحة. حمال ماشي ارفض. مع السلامة. اهلا اهلا، اتفضل يا حبيبتي، ده احنا حصلت لنا الليلة دي الف بركة. شكرا يا ست منيرة. اتفضل الشربات يا حبيبتي. شكرا يا ست منيرة. الف 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 مبروك يا عروسة. عقبال عندك يا حبيبتي، وان شاء الله كده نفرح فيك عن قريب يا رب. ربنا يخليك يا ست منيرة. اني بقى اللي هتنسي الشربات دي بيا دول. عشت يا حبيبتي. لما اقوم انا بقى. تقومي فين يا حبيبتي؟ طب ودي تيجي؟ معلش اقعد مع المعازيم. تقعدي مع المعازيم دي يا ضنايا، ما انت قاعدة هنا كويسة كده. ايوه بس اصل يعني اصل ايه يعني ايه يا شاب؟ دماغك لفت. مش عارفة انا محي الحقني الحقني يا محي. والآن سيدتي أنستي سادتي، بلبل اسكندرية وعندليب الوجه البحري،
نجم الاذاعه والسينما والتلفزيون المطرب الشهير الاستاذ محيي الدين العدل. نعم يا جدع. في فصل غنائي على ميكروفونات العلم الاحمر اداره الحاج احمد المتولي، تليفون 9-2-3-5-6. سعفه للنبي يا جدع. عرسنا يا عروستنا يا معازمنا يا وليلتنا يا كل ما هي منيرة جر نحطها تحت سرير على ما نجيبه باقيين، مش هنكتفها. مش هتلحق تفوق. شوف لي جمال على هادي الحال، ما تشوف لي جمال على هادي الحال. الواد اللي بيغني هو محيي ضروري، بس ده صوته وحش قوي، ده يستاهل نذبحه ثلاث مرات مش مرة. عيني الواد بيعيط، ادي الواد لابوه. حلوة اسكندرية فيها البت مارية. حلوة اسكندرية. سلامات يابا. الله ده قدر السلام. ايه للمعرفة يا والدي؟ ايه انت هو انا؟ مين ده اللي مش عاجبه بصوت؟ يا انت هو انا؟ اللي مش عاجبه بصوت يطلعني بره. انا انت هو انا؟ هتعمل ايه يعني لما نطلعلك بره يا مغني النقر انت؟ انا مغني نقر؟ انا انت هلا؟ انت اصحاب الفرح؟ انتوا جايبين انا عشان تهنونا ولا ايه؟ لا ما بدهاش بقى. خد الحق يا فرق، الواد بيتخانق. اني خايفة لا يعور حد والبوليس يجي. البوليس تبقى داهية وتربقت على دماغنا. ما اظنش هتوصل ان البوليس يتدخل. اللي بيتخانق معاهم جريوا زي ما انا شايف، ودلوقتي يهدى ويرجع يغني. يعني مش عايزة نتأخر كتير في التنفيذ، كمان نص ساعة ونختم الفرح ونجيبه هنا مع الفرقة يتعشوا ونخلص. نجيب مين؟ ده بينه هيمشي. بص يا فرج، ده بيلم الفرقة. وبعدين هنعمل فيه ايه لو مشي؟ ولا حاجة، سيبوه يمشي. وإذا طلب مديح هياخدها معاه. قولوله نازلي. وهيصدق. وما صدقش ليه؟ ساعة الخناقة ما قامت خافت ومشي. بس الخناقة ما حصلتش قعدة الحريم. وهو هيحقق معانا؟ احنا في نظره أصحاب فرع عاديين. خلاص مشيت يعني مشيت. وإذا دقق فأنت ما تعرفيش حاجة يا ريا. بإنه حتى ما خدش الأهل وأنا شايفه خارج والفرقة معاه. أهو انسيها لك يا ريا. حظك حلو. يعني كان لازم نسيبه الفرح يا سموحي. أنا يقول على حس عجالي ونسكت له؟ انت ما ترضغليش يا ارفص. كفاية الضرب اللي خاده، ولا تفركش فرح. الله، ولا ارفص ايه؟ فين الست مديحة؟ ولا انا سبتها في الفرح ونزلت. يا نهار ابيض، انا لازم نرجع لها. ترجع لها بأني وش يا حيدة؟ ده هي اللي جايبه لك الفرح اللي حضرتك فركش. ولو برضو لازم نرجع لها عشان نوصلها البيت. ده السفاح بيستنظر مرة واحدة تخرج في الشارع لوحدها. تعال معايا يا ارفص. انا ما نستجلاش نوري وش اصحاب الفرح. ما تخافش ولا، طول ما انا معاك ما تخافش ابدا. الحمد لله على السلامة يا فندم. إن شاء الله كل لقيت حاجة في مصر. شو إسماعيل يا فندم، عايزك تجمع لي كل سماسرة الشقق المفروشة اللي في اسكندرية ويجيبهم لي هنا دلوقتي. بس يا فندم ده زمانهم قفلوا وروحوا. اتصرف اتصرف، دي مسألة هامة يا ابني. أنا حطنقت من الجدع المغني ده. ياخد الفرقة ويمشي ليه بس؟ طير من إيدي ده بحرب على ستات. مفيش حاجة طارد، كل شيء هيتنفذ زي ما هو. إزاي بقى؟ إذا كان خد الثلاث رقصات مع بقية الفرقة ومشي. ثلاث رقصات؟ يا ناري، دي كانت هتبقى ضربة معلم. تقوم دلوقتي تصفي على مديحة وبس. الضربة هتتم زي ما نرسمها. هتذبح أربعة يعني هتذبح أربعة. منين يا حسن؟ الرقصات ما ماشي، إنما المعازيم لسه ما مشيوش. انتوا اللي هنا، انتوا أصحاب الفرح. ده هو أنا. هو أنا عارف اسمه. بنرجع أصحاب الهنا. انت مؤكد راجع علشان مديحة؟ اتفرج جيله يا ريا، واوعى يفلت منك المرة دي. جالب رجليه يا الله. مني ازاي؟ ده انا رايح اصحاب الفرح. انتوا خلايا.
يا ابني بتزعق ليه؟ لك نفسي الزعق بعد العمله اللي عملتها بفرح بنتي. ايه جالك كلامي؟ رد بقى يا اللي ما بتنكسبش. ايه ولا يهمك ولا مؤاخذه يا ست. ايه يا ابني؟ انا راجع عشان ست مديحه. اندهيلها لو سمحتي. يعني مش حرام عليك يا ابني تخسر فرح للبنت؟ ست ملوش لزوم الكلام ده. انا راجع عشان الست مديحه وبس. انا مش شايفها مع المعازيم. ونبي يا ابني ماني عارف بينها نزلت ساعه الخناقه اللي انت عملتها. نزلت لوحدها؟ مش ممكن. انا ما لقيتهاش في الشارع. وحياتك يا ابني ما شفتها من ساعه الخناقه. انت كنت طلبتيها ساعه ما جينا وقلت عند العروسه. ايوه يا ابني هي شربت الشربات وخرجت قعدت مع المعازيم ويظهر يا ابني ساعه الخناقه نزلت من غير ما اشوفها. مش ممكن يا ست. انت ما تستجريش تنزل الشارع لوحدها. احسن السفاح يقتلها. سفاح؟ ايوه يا ستي. ايوه عفريت رايه وسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتاتن اشتاتن اشتوت اشتاتن اشتوت. صبر ايه يا حاجه؟ انت فاهمه عفريت بصحيح؟ ده سفاح وعامل عفريت. يا ابني اعمل معروف ما تجيبش سيرته لبش تجيبني. طيب ولا مؤاخذه يا ست، انا هندور على ست مديحه وبعدين نجيب لك الفرقه ونرجع نتمم الليله، بس على شرط تشوفوا لنا سميعه بتوع مزاج مش الراكش اللي كانوا هنا. يلا بينا ارفص. ايه ولا واحد تعرفوه؟ لا يا فندم. لا حظ ظابط. لا بيه. يا خساره يا خساره، تبقى الخطه مش نافعه. خطه ايه يا بيه بس ولا مؤاخذه؟ لا لا مفيش، اتفضلوا انتوا روحوا. واسفين الازعاج. ابدا يا بيه ابدا. حياتنا خدمه احنا محاسيب يا بيه. وبعدين الشيخ اسماعيل، انا كنت معتمد على السماسره في الحكايه دي اعتماد كبير قوي. حكايه ايه يا فندم؟ انا ما فهمتش حاجه. صور مين دول؟ لا مؤاخذه، صور العصابه اللي قتلت رجوات وهربت برديسي. يا مرسي يا ابو العباس، وستة جبت صورهم ازاي يا فندم؟ جبتهم معايا من مصر، كنت فاكر انهم اجروا شقه مفروشه والسماسره هيعرفوهم، انما زي ما شفت محدش منهم اتعرف عليهم. اذا كانوا اجروا شقه مفروشه لازم حد من السماسره يتعرف عليهم. اللي حصل ان محدش اتعرف عليهم. اذا كانوا دول ما تعرفوش عليهم الباقيين ضروري يتعرفوا عليهم. باقيين ايه يا شويش؟ بقيت السماسره بقى يا فندم. هو لسه في سماسره تانيين غير دول؟ ايوه يا فندم، اللي جبتهم دلوقتي ما يجوش ربع السماسره اللي في البلد. نعم انا مش قايل لك هات لي كل السماسره بتاعت البلد. انا جبت اللي قدرت عليهم يا فندم، وسيادتك عايزهم الليله ومستعجل. اللي عثرت عليه يا فندم جبته، والباقي الصبح ان شاء الله. ده كلام فارغ، كلام فارغ. انا بقول لك عايزهم كلهم الليله، يعني عايزهم كلهم الليله. هجيبهم منين بس يا فندم؟ ده الساعه 10 وما فيش ولا محل فاتح. قلت لك اتصرف يا بني ادم. اتصرفت يا فندم في حدود الممكن. انا عايزك تتصرف في حدود المستحيل مش في حدود الممكن. دي عصابة خطيرة يا شويش، دول جواسيس بيعملوا عملية تخريب منظمة، كل ساعة بتفوت من غير القبض عليهم بتديهم فرصة لجريمة جديدة. اتفضل روح اقلب اسكندرية كلها، شغل كل أقسام البوليس، كل المخبرين. وبعدين بقى أنا فاضي للتليفونات دلوقتي. ألو، زيادة مدير المباحث في مصر على الخط يا فندم. ألو خليل، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ها عملت حاجة في القضية؟ يا فندم أنا واصل من مصر بقاليش ساعة، لسه التحريات ما وصلتنيش لحاجة. طب أنا عندي خبر مهم أوي، العصابة اتصلت بالجرايد هنا في مصر. إمتى يا فندم؟ الساعة 8، والاتصال كان بكل الجرايد المهمة. قالوا حاجة تنفعنا يا فندم؟ طبعًا، أمال أنا بتصل بيك ليه؟ أولًا قول لي إيه أخبار برديسي؟ من ساعة ما هربته العصابة يا فندم مفيش أي خبر عنه. وايه اخبار محي الدين العضل ومديحه حلمي؟ ولا حاجه يا فندم. ليه؟ العصابه قالت في الانذار اللي بلغته للجرايد انها قتلتهم هما ثلاثه. ايه؟ فرديسي ومحي ومديحه. ازاي ده يا فندم؟ مش معقول. انا ببلغك باللي قالوني الجرايد في التليفون، وما اظنش ان العصابه تهتم وتعمل تبليغ بالشكل ده الا اذا كان صادق 100%. بالطريقه دي تبقى جريمه خطيره جدا يا فندم. في كمان نقطه مهمه، احنا تتبعنا مصدر المكالمات التليفونية وقدرنا نوصل للعنوان اللي صدرت منه. العنوان في اسكندرية ولا في مصر يا فندم؟ في اسكندرية يا فريد، شارع احمد منصور نمرة 18 بولكري. ده خبر هام جدا يا فندم، في ظرف ربع ساعة ان شاء الله هنكون هاجمنا مقر العصابة. مقر العصابة؟ انت عرفته؟ انا كتبت العنوان يا فندم، 18 شارع احمد منصور بولكري. ده العنوان اللي صدرت منه المكالمات، وما اظنش انهم اغبياء لدرجة انهم يعملوا اتصالات تليفونية من اسكندرية لمصر من مقرهم. على العموم المعلومات اللي عندي قلتها لك، وتصرف بالطريقة اللي تشوف انها مناسبة. مع السلامة يا فريد. مع السلامة يا فندم وشكرا. شاويش اسماعيل، شاويش اسماعيل هو راح فين؟ شاويش اسماعيل خرج مع بقية مصر يا فندم. ايوه صحيح انا قلت له كده. طب اسمع يا شاويش بركت، أيوة جهز لي قوة من 20 عسكري ومخبر مسلحين،
في ظرف الثلاث دقايق يكونوا في العربيات جاهزين. حاضر يا فندم. قتلوا مديحه، مديحه ومحي، مش معقول. انت بس، برديسي جايز لانه في ايديهم، انما مديحه ومحي انا اتاكد. الو فريد عبد العزيز يا استاذ زكريا، فين اليسا مديحه؟ خرجت مع محي العضل؟ راحوا درس؟ الساعة كام؟ 8؟ طب شكرا يا فندم. لا لا ولا حاجة، أنا بس بطمن عليها. مع السلامة. إزاي خرجوا للدرس الساعة 8 والعصابة تبلغ الجرايد بقتلهم الساعة 8؟ مش معقول. إنما الزمن اللي مش لحد دلوقتي، دي الساعة 10 ونص. درس إيه اللي يقعد 10 ونص؟ ما نشوف محي. الو اسمع ميتشو، شوف لي من فضلك محي العضل على القهوه. بتقول عنده فرح ليه؟ طب شكرا. ازاي عنده فرح وراحوا درس وكل ده في وقت واحد؟ ازاي؟ قطعا في سر. ما هو يا يكون في سر يا العصابه صادتهم فعلا. هنفضل نجري في الشوارع كده لحد امتى؟ ولازم ندوره على مديحه يا اخي. ما زمانها روحت. ما لحقتش. خد التاكسي يا اخي، انت احسن تسال عليها في البيت بالتليفون. وانا خايف نسال عليها ما لقاهاش روحت واخويا يتخض عليها. اما يتخض يا سيدي ايه يعني؟ ده عنده القلب يرفص. ثم هو مسلمها لي امانه يا اخي. ما هو كمان الجري في الشوارع هيجيب لي انا القلب. طب اسمع، هي اول ما تروح لازم هتحاول تتصل بيا عند ميتشو. احنا نروح نسال اذا كانت اتصلت ولا لا. لا لا مفيش استاذ عضل ولا واخد ستي سال. مفيش. تبقى لسه ما وصلتش. جايز احنا على العموم نقعد على القهوه نستنوا. هي ضروري اول ما توصل هتكلمنا. نقعدوا على القهوه ونسيب الفرح. انت ايه، مش قلت الوليه انك هتجيب الفرقه وترجع؟ هو مش ممكن ارجع الفرح قبل ما اطمن على مديحه لا والناس اللي مستنيه يا سموحي؟ ما تتعبش نفسك، اصلاني حتى لو رحت الفرح مش هنعرف نغني وانا قلقان. ايوه مفيش فرح قبل ما اطمن على مديحه. ميتشو يا ميتشو انا قاعد على القهوه، اول الست مطلوبني تبعت لي، انت فاهم؟ كابوريا كابوريا طازه، جندوفلي جندوفلي. لو حسك عيل يا امام. او كده يا اخي. مال يا استاذ، ما دام عمتي طلعت مش برديسي الواحد نفسه تتفتح للشغل. عمتك اذا كانتش برديسي يالا هتكون البروفيسور. بروفيسور؟ ايوه. بروفيسور مين يا استاذ؟ عمتي رايه اللي مفيش اختها، عمتي اللي رجعت ولبستكوا طرع. الله يطهرك انت وعمتك في يوم واحد يا اخي. يلا بينا ارفص عليها. ويلا فرج الواد المغني مرجعش لحد دلوقتي، وما اظنش انه هيرجع لما يلاقي مديحه. وما انه مش هيلاقيها يبقى مش راجع. انا رايي اننا ننفذ الخطه البديله. يعني ايه؟ المعازيم بدل الفرقه؟ ايوه يا رايه. انتوا ماشيين؟ ده لا يمكن ابدا. والله يا عيب، ده العشاء جاهز. عامل بحسك يا ست ممنيرة. ربنا يبارك لك يا ست ممنيرة. يا اختي متعشين والنبي. لا لا شوفوا بقى ما تزعلونيش، ده احنا لسه جيران جداد والعشاء جاهز جوه. اتفضلوا يلا اتفضلوا. والنبي لا تاخدي حتة الكفتة دي من ايدي يا مست سعيد. حلوة والنبي يا اختي. تسلم ايدك. وانت يا ست ام رمضان، انت يا اختي ما بتاكليش ليه؟ باكل يا حبيبتي، ان شاء الله يخليكي يا رب. ايه يا ست ام حسنين، هو انت عاوزة عزومة ولا ايه؟ مالكوش حق يا جماعة، ما يصحش كده. لا يا اختي يا ندامة، ده احنا جيران. حق والنبي يا ام حسنين، الست ام منيرة ولو انها اول يوم تسكن حتتنا انما دخلت قلبي على طول. الناس الامراء يتحبوا من اول نظرة. يا اختي عقبال عندكم كلكم يا جماعة، عن اذنكم دقيقة واحدة هروح اشوف المطبخ. كل يا مساعد كل، دي اصناف عمرها ما دخلت بيتكم.
يعني كانت دخلت بيتكم يا الدلعتي. باين عليهم ناس مبسوطين يا ام حسنين. ايوه وفلوسهم كتير. شايفه الاكل قد ايه؟ ده باين العشاء اللي كانوا عاملينه للعوالي. والعوالي متخانقوا ومشي رجل بختنا. انما يا اختي قوليلي، لما هما مبسوطين والقرش بيجري في ايديهم، ايه اللي سكنهم في حته زي حتتنا؟ مش شايفاهم اول يوم يسكنوا يعملوا فرح؟ ودي معناها ايه؟ معناها ان الوليه كبدي نفسها اتجوز بنتها من زمان ومش لاقيين شقه. اول ما لقوا الشقه دي راحوا واخدينها. مش كويسه، انما اهو البت تتجوز فيها والسلام. ام حسنين، احنا هنقعد نفتي ونسيب الاكل يا اختي؟ على رايك. كن كن كلي. لولا العوالي متخانقوا ومشوا كنت هتتعشوا الليله في النابه. يعني انتوا اللي كنت هتتعشوا كده في حله؟ ام حسنين. نعم يا اختي. مش عارفه، حاسه ان ايدي خليه. اشربي شويه ميه. اه يا دماغي لو ينهبي يا اختي. انا دايخه. تكونيش يا اختي، خدتي لك خبطه من الواد المغنواتي. لا يا ام حسنين، انا كمان حاسه بدوخه. وانت رخرة دي هدي. ايه الحكايه؟ ده لازم من الاكل. معلوم يا اختي، ما انتم مش واخدين على الاكل النظيف. ام سعدية مالك؟ انت نمتي يا دي الحوسه؟ الوليه تنام على سفره الناس يقولوا ايه علينا؟ انا بقول الاكل مشمول. ام رمضان انت روح رح تنامي؟ لا بتبقى فضيحه. يا ندمتي، ده انا رخرة دماغي تقلت. ايه ده؟ يكونش الاكل فيه تطورة؟ لما اقوم احسن انام انا رخرة وتبقى عيبة في حق الناس. يا اختي انا بتطوع كده ليه؟ تقولي يا شاب، ما خلاص عمرك انت. يلا شيلوهم ورصوهم تحت السرير جنب مديحة. لا سيبيهم انت يا ريا واطلع البيت المعازيم وزعيهم. جروهم انت ممتاز تحت السرير. خلاص المعازيم كلهم نزلوا يا فرج. قفلت الباب وراهم وتربيستهم من جوه. طب يلا شوفوا شغلكم، مش عاوز نقطة دم على الارض، فاهمين؟ افرش لي المشمع ده احسان على الترابيزه. وانت ممتاز. أيوة. طلع لي اول واحده. هات مريحه الاول، احسن متخدره من بدري جايز تفوق. مريحه حطها لي هنا على المشمع. الله حلوه قوي رقبتك يا شاب. سنيت السكينه ممتاز. لسه كنت مستنى اما الهيصه اللي بره نعرف اخرتها ايه. طب بس بسرعه يلا. حاضر. ها يا جماعه، حد فيكم اتعرف على الصور؟ لسه بنشوفها دي. لسه احنا بنعرفهم بيه. صور ايه يا بيه بس؟ قول لي سيادتك، الست مديحه مفقوده. اولا لازم تعرف ان العصابه بعتت انذار للجرايد قالت فيه انها قتلتكم انتوا الثلاثه. كلام فارغ يا بيه، اني حي اهو وبرديسي هرب، يبقى مش ناقص غير مديحه بس. برديسي لقوا جتته دلوقتي قدام البيت اللي في شارع الطويل. برديسي قتلوه؟ يا نهار اسود، ست مديحه يا بيه. برديسي قتلوه وانت لسه حي، مديحه مفقوده. الحل الوحيد هو ان حد من الجماعه دول يتعرف على الصور. صور ايه يا بيه بس؟ هو ده وقته؟ قوم البوليس اللي في اسكندريه كله ودور عليها يا بيه. ها يا جماعه، برضه ما عرفتوش حد؟ تاني يا بيه، انا بشبع الراجل ده. ها؟ تاني من جمعه واحد شكله بالظبط، اسمه ممتاز افندي عبد السلام. يبقى هو اتكلم. اجرت له فين؟ انت اجرت له فيلا بكره يا بيه، 18 شارع احمد منصور. هي دي الوحيده اللي احنا عارفينها. طيب يا جماعه، جدعانه هو انا هتجنن يا بيه، انا هتجنن. صور ايه دي اللي يعني بتتفرجوا عليها وسايب الست مديحه مفقوده؟ ورينا يا جدع انتوا الصوره اللي معاك دي. اه دي يوم العروسه. عروسه ايه؟ تعرفها يا محي؟ ايوه الفص، مش يوم العروسه ولا بص الفص كويس. ايوه قطع دراعي اما كانت هي. الصور ايه دي يا بيه؟ دي صور العصابه اللي قتلت رجوات وهربت بديسي. يا نهار اسود، يا
يبقى لمحوا الست مديحة. حصلني على هناك يا بيه. العنوان العنوان يا مهني. ارفص ارفص خلي يجيبك وحصلني. يلا يا فرج تعال 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 انت شوفي شغلك. اعدلها لي على وشها. لا استنى يا ريتا. اسمي ريا يا فرج. مالك بتترعش وشك اصفر ليه؟ انا مش مطمن. حاجات كتير بتتدخل في افساد الخطه. انا مش مطمن مش مطمن ابدا. ايه هتخاف ولا ايه؟ لا ما تخافش ما تخافش يا بروفيسور. انت كتب لك عمر جديد والفضل المحيي. العفو بيه. الفضل ليك انت. لو ما كنتش كبست بالقوة ورايا كان جايز برضو يحصل حاجة. جدوبني. همام ازيك يا همام؟ شفت عمتك التانية اتماسكت يا رخرة. عمت مين يا استاذ؟ دي عصابة مزيفة زي برديسي. تمام انما عمتي حاجة تانية. والله يا عمتك الاخرى مزيفة يا امام. بس انت اللي عايش في الوهم يا وهم. بكرة تشوف اما كانت هترجع وتلبسكم طرح. ما بقاش همام جنوب. استاذ عضل يا استاذ عضل. ايوه كن عسالك. ايوه جاي حالا. الو ست مديحة. محي انت وراك حاجة دلوقتي؟ انا تحت امرك يا ست مديحة ولو وراي العالم كله. انت تشاوري بس يا ست ونعديلك المالح. طيب يا محي انا مستنياك. اظني مفيش خوف بقى من ظهور عفريت جديد لرايا وسكين. لا ما خلاص بقى ست مديحة وحيد الله ده اخر يوم. وعاوزاه يكون اخر يوم كمان في الطريقة اللي انت ماشي بيها. ايه وبعدين بقى؟ ايه ده كلام ما يزعلش. لا يزعل اذا كان منك انت. انما تستنى ما نقوله اني معلش. على العموم النتيجة واحدة. هتغير طريقتك يعني هتغير طريقتك. امرك نغيرها وتكمل تعليم ونكمله. وادي ميعاد التقديم قرب. هنقدم تاني برضو للثانوية وتدرس موسيقى على اصولها. وندرس موسيقى على اصولها. في اوامر تانية؟ ايوه تبطل قلت يا ست نهائي. ها لا دي بقى ما نقدرش. لساني عقد عليها. قولوا استاذ عدل. ايوه ما بلاش دو دي بقى يا خواجة. قول لنا حاجة نفهمها. لازم استاذ عدل علشان تبقى مغني مظبوط. الله وانا مش مظبوط يعني ولا ايه يا خواجة؟ قصدك ايه يعني؟ ها فهمني قصدك ايه يعني. محي محي. ايوه مديحة قول معايا. دو ري ري كذا تنتهي عودة ريا وسكينة. كتبها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.